تكريسا لثقافة الاعتراف، وهي ثقافة إنسانية أصيلة أجمع عليها العقلاء، ومن فضائل الثقافة الإسلامية التي تقوم عليها هذه المؤسسة العامرة، مؤسسة دار الحديث الحسنية، نظمت هذا الحفل التكريمي لأستاذ الأجيال الحقوقية والقانونية في المملكة المغربية بلا منازع، فضيلة أستاذنا الدكتور سيدي أحمد الخمنيشي. وشارك في هذا الحفل طلبته ومحبوه والخريجون والخاص والعام من الذين خبروا معدن هذا الرجل وقرأوا له وتتلمذوا على يديه. واليوم كان يوم عيد في دار الحديث الحسنية، ونسأل الله تعالى أن يبارك في أنفاسه وأن تستمر دار الحديث الحسنية في هذه الثقافة الاعترافية الأصيلة، عرفانا لكل من أسهم وأسدى خدمة جليلة للمعرفة والعلم في المملكة المغربية، وشكرا لكم.